محافظة الأقصر نظمت إحدى المؤسسات الاجتماعية ندوة توعوية عن أمراض الشتاء التي تصيب كافة الأعمار. حضر في الندوة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي، وحضرها السيد محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من السيدات وأعضاء الجمعيات الأهلية بالمنطقة. التفاصيل مع الزميلة إيمان حسن. ندوة توعوية بنادي التجديف بالأقصر حول أمراض الشتاء وكيفية الوقاية والعلاج منها. تناول اللقاء أهم النصائح لتجنب أمراض الجهاز التنفسي العلوي وكوفيد-19 وأهم الأعراض وطرق العلاج والوقاية الخاصة بالأطفال والكبار. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة وضرورة العناية بالنظافة الشخصية والمنزلية والتهوية الجيدة. النهاردة احنا بنتشرف ان احنا بنحضر فعالية مقامة بأحد الأماكن محافظة الأقصر بالتنسيق بين مؤسستين، مؤسسة محافظة الأقصر ومؤسسة القاهرة ومؤسسة مركزية. الهدف منها التوعية بالكوفيد-19 والأمراض المتحورة والأمراض المعدية في المجمل. يعني مجموعة حاضر من كل مراكز محافظة الأقصر للحضور، مشرفين عدد كبير من الحضور وعدد كبير من القيادات الدينية، الدين الإسلامي والدين المسيحي ووزارة الصحة. طبعا بيحاضروا كل الموجودين عن الأمراض المعدية وعن المتحور وعن المشاكل اللي قد تحدث من الأمراض المعدية وخصوصا في فترة الشتاء. طبعا احنا كوزارة التضامن حريصين جدا على التوعية في الفترة دي وفي كل الفترات. دايما عندنا حاليا رسائل بيقوموا بها الرائدات الريفيات على مستوى محافظة الأقصر وعلى مستوى الجمهورية، اسم الرسالة النظافة صحة وسلامة. بيعمل وزارات منزلية ومعهم رسائل لكل الأسر في محافظة في كل القرى وفي كل النجوع للتوعية بأهمية النظافة وأهمية التباعد وأهمية عدم يعني الحرص على عدم انتقال العدوى وعلى الأمراض الشتوية وغيرها ما بين أفراد الأسر المصرية. هذه الندوة المباركة في مدينة الأقصر بنادي التجديف مدينة الحضارة والتاريخ، حضرنا من أجل الحديث عن كوفيد-19 اللي هو كورونا، وتكلمنا من الجانب الدعوي والديني عن الصحة التي أمرنا الله بها أن نحافظ عليها، وقال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فقال في الحديث الصحيح لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. بمعنى خلق الله الطب والدواء، وما من داء خلقه الله إلا وجعل له دواء. وهذه الفيروسات ككورونا وغيرها من الإنفلونزا التي تصيب العباد، لابد وأن يعني نأخذ بالأسباب ونأخذ احترازنا منها. الحمد لله بنشارك في كل المناسبات دي بدور توعوي، لأن طبعا شعبنا المصري سواء مسلم أو مسيحي شعب متدين بالفطرة وبيصغ طبعا في رجال الدين وفي رسالتهم. واحنا النهاردة رسالتنا ان احنا بنأكد على الاهتمام بكل الاجراءات الاحترازية اللي احنا مرينا بها، حتى لو ربنا يعني قدر بأي شيء تاني نكون شعب اكثر ثقافة صحية واكثر حرصا على بعض واكثر محبة لبعض والدعم النفسي، وان احنا ازاي ما نخافش وازاي يكون في ايمان بربنا شديد وفي محافظة على الامن والامان بصفة عمومية، سواء الامن البدني او الامن النفسي او الامن الوطني الامن المجتمعي. احنا النهاردة كان عندنا ندوة توعوية عن الامراض التنفسية الحادة، ودي احد اول الندوات. احنا ان شاء الله هنبتدي نشتغل على محافظة الاقصر بست ندوات، دي اولهم كانت. كنا حاولنا ان احنا يكون في تنوع عندنا في السبيكرز في المتحدثين، كان في ممثل للقيادات الحكومية
ممثل الدين المسيحي، وكان معنا ممثل الدين الإسلامي، وكان معنا إعلامي، وكان معنا طبيب بشري، علشان يكون في تنوع في تناول الموضوع، علشان خاطر المجتمع يقدر يقاوم الأزمات التنفسية اللي هي بتصيب الناس في خصوصا في فترات الشتاء. في البداية احنا يمكن ركزنا على كوفيد-19 لأنه كان جائحة كبيرة جدا وأثرت على كتير في المجتمع، وحاولنا نتناولها بشكل أو بآخر، وحاولنا نقرب جدا من الموضوع، وزعنا كمان على الناس مواد تثقيفية فيها كتير من الأرقام اللي ممكن يحتاجوها، منها الرقم الساخن لأمراض كوفيد، وفيها أرقام مشيخة الأزهر وبعض الأرقام الكتير جدا، علشان خاطر يكون في تواصل بينهم وبين الأماكن أو الهيئات اللي هي المعنية بكل الحاجات دي. وفي نهاية اللقاء تم توضيح كافة الاستفسارات الطبية للمشاركين في الندوة. من نادي التجديف بالأقصر